بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب كمان بعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل اللي متواجد معاك في الاستوديو، برحب بيه. وتحيات بقى طبعا الاستاذ خالد النردلي عضو مجلس الاداره وامين الصندوق رئيس البعثه هنا في الجزائر، برحب بيك وتحيات الكابتن ميدو. استاذ طارق قنديل طبعا متواجد في الاستوديو، حابب تقول لي في البدايه خالد بيه؟ طبعا بحيي كابتن ميدو زميلي وصديقي العزيز الاستاذ طارق قنديل، وكان نفسي يبقى معايا، احنا يعني بنتفائل ببعض ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه كده زي ما بيكون معانا طارق. الرحله بشكل عام يا خالد بيه، يمكن طبعا ترتيبات كانت بتتجهز من القاهره، لان يمكن رحلتين، رحله داخليه ورحله طيران عاديه، حطينا في الاجواء وبتشوف الرحله ازاي والملعب، يعني الناس عايزه تطمن يا خالد بيه من خلالها. لا هي طبعا الرحله كانت شاقه شويه، ان انت بتنزل على، عارف لو كنت نزلت وبيت يوم، انما انت نزلت قعدت في كام ساعه كده وغيرت الاوتيل تاني وخدت طياره ساعه ونص ورجيت مشوار بالليل متاخر، هي كانت شاقه شويه. بس احنا حتى الاساس اللي احنا لما الكابتن سمير بيجي مع الكابتن سيد قبلها بيوم بيحضروا لنا كل حاجه، بيسهلوا لنا صعوبات كتيره جدا. احنا نزلنا المطار كان كل واحد معاه الكارت بتاع الاوضه بتاعته، الخمس ست ساعات دول مش هنقضيهم، ريحونا يعني كل حاجه، وده النادي الاهلي ده اللي اتعودنا عليه، يعني احسن تنظيم الحقيقه. جينا هنا برضو بالليل متاخر، لقينا كل حاجه متجهزه، كابتن سمير كان موجود هنا من قبليها مجهزين كل حاجه، ونظام الاكل ونظام الاوض ومواعيد التدريب كل حاجه الحمد لله كانت كويسه. بالنسبه للملعب بقى، احنا الملعب ترتان، فكان هم يعني تغفلوا شويه، مش احنا هنا على اساس ان احنا اللائحه بتقول ان احنا الملعب ترتان بيبقى لنا تدريبين في الملعب الرئيسي، فطبعا الكابتن سيد مصحصح وتمسك، طبعا تمسك بكده وخدنا التمرينين في الميعادين اللي احنا عايزينهم، النهارده هو بكره في نفس الميعاد الماتش بقى الساعه 8 ان شاء الله. الاجواء انا شايف يعني الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، الناس مستقبلينا كويس جدا. طبعا مش هننسى دور المقاولين العرب والسفاره المصريه واللي عملوه معانا، يعني بجد الحقيقه بنشكرهم كل الشكر والتقدير. وانا عرفت النهارده ان كابتن الخطيب كلم السيد مهندس رئيس مجلس اداره المقاولين العرب وشكروا على المجهود الكبير اللي هم عملوه معانا، وانا الحقيقه امبارح اتصل بيا السيد السفير المصري في الجزائر ايمن بيه مشرفه، وشكرته جدا على المجهود الكبير برضه من السفاره واستقبالهم لينا بكل طاقم السفاره. يعني الحقيقه ده هي دي مصر، وهو ده النادي الاهلي، دي مكانه النادي الاهلي، وهنا في مصريين كتير كمان على فكره جايين لحد هنا برضه من المقاولين العرب وغير، يعني جايين يساعدونا ويقفوا معانا، واي كل الناس عارضه خدماتها، فحاجه تفرح الحقيقه. وبنقول يا رب بقى بعد كل المجهود ده نرجع منصورين ان شاء الله. ان شاء الله. نقطه كمان وهي مهمه جدا بتخص طبعا على ذكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والتدعيم الكبير خلال الايام الماضيه من الصفقات، بالفعل يمكن تم التجهيز وبيتم التجهيز حتى هذه اللحظه، بتعاد القوام من اول وجديد، ده ليه مردود كبير جدا عند الجمهور وكان واضح بشكل كبير. بتشوف الخطوات والقرارات الرائعه من مجلس الاداره ازاي يا خالد بيه؟ شوف احنا مجلس الاداره ما تاخرش خالص، يعني كل الصفقات اللي كانت ممكن متاحه واللي طلبت واللي كانت محتاجها الفريق، احنا بنبني فريق جديد، مرينا بالكلام ده كذا مره، 2004 و2007 عملنا نفس القصه وجابت نتيجه كويسه جدا. النهارده بتبص تلاقي سواء اللعيبه الجداد اللي مدعم بيهم الفريق او الجهاز الفني الجديد، كل ده يعني مديك ان انت جاي النهارده نفسك تتفرج، عايز تشوف بقى التوليفه دي هتعمل ايه. اللعيبه النهارده لسه بقول لحسين الشحات بقول له تأقلمت؟ قال لي لا انا متأقلم من زمان. يعني اللعيبه نفسها عندها الرغبه انها تعيش الاجواء وتدخل جوه انا شايف في الفطار والغدا والعشاء خلاص اللعيبه الجداد والقدام ما فيش فرق، يعني كله حاجه واحده. انا مبسوط جدا الحمد لله ان اجاير رجع تاني وسعيد هو ومبسوط وعنده روح حلوه وعايز يرجع يثبت. فالحقيقه يعني انا شاعر كده بان ده النادي الاهلي بتاع زمان، مش يعني مش هقول زمان هو ما حصلش حاجه، ولكن الدروب اللي حصل ده من اصابات اساسا اصابات وكان بعد عدم التوفيق، النهارده انا حاسس كده ان الدنيا بتعود. وبرده عايز اقول بطمن الناس ان بالروح اللي انا شايفها دي وبالروح سواء الجهاز الفني او اللعيبه الجداد او اللعيبه القدام كل التالف ده، انا بقول في اللي جاي احسن ان شاء الله. وبرضه بقول ان مش عايز اقول يعني اتفائل زياده، ولكن احنا ما حدش يزعل ان احنا
راح مننا كذا ماتش او حاجه، دوري لسه في الملعب. ده اللي انا عايز اقوله، ان برضه النادي الاهلي بيفاجئنا دايما في اخر لحظات بنتائج كويسه وباداء كويس، وده اللي احنا منتظرينه. وبيبقى بدايه النهارده ان شاء الله، بكره ولا بعد بكره الماتش كده نرجع بنتيجه كويسه، بتدي دفعه طبعا للعيبه والجهاز الفني، وبتدي ثقه، وحتى اللعيبه الجداد بيحسوا ان هم داخلين على نادي انتصارات، اللي هو النادي الاهلي، اللي هم اعتادوا عليه. فزي ما بتسمع كده جمهور الجمهور جاي. لا بس احنا ان شاء الله يعني، بس برضو بقول لك احنا مش حاطين في دماغنا ان فريق ضعيف، فريق قوي، فريق خالص. احنا جايين على اساس هدف ان نعمل بقى التورنج بوينت، بقى نقطه التحول دي، ان احنا نرجع لانتصاراتنا خارج ارضنا زي زمان. فان شاء الله. واحنا كنا لسه يعني، احنا برضو افريقيا، احنا ما رحناش بعيد يا جماعه، احنا افريقيا كنا في اخر المجموعه لما روح كنت معاهم في سفريه بوتسوانا، رجعنا غالبين 1-0 وطلعنا اول المجموعه، وصلنا النهائي. لم نوفق في النهائي بس مش اخر الدنيا. فانا بقول ان شاء الله كده الدنيا هترجع زي ما كانت، وتفائلوا يا اهلاويه. شكرا جدا، خلي بيه دايما موفق باذن الله. شكرا جدا، بنشكر اكيد.